بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: متى اجتمع في الاسم سببان منها أو تكرر واحد لم ينصرف إلا ما كان على ثلاثة أحرف. عرزي بريخون كم إلا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط كنوح ولوتين. فإن فيه أي في ذلك الاسم الذي كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط مذهبين: الصرف لخفته وعدم الصرف لحصول السببين فيه. أم شوينا كديلت إيرادك ليد جيرت كابن هشام أجر إيرادك إيرادك شد بيلا على هركات لو اسمدا كإما دلين غير منصرفة منع كرا ولا جار ولا تنوين دو سبب لون يعني كدرسي راب دو بس ما كرت يا أو تكرر واحد يا يكيان تكرار بو لشر حكدا بزانم داخو أيلت بلد يلت لشر حكدا بو دلن یا سبب یک بود تکرار بو، یعنی سبب یک بود تکرار بو، یعنی جگه دو سببی گرفت. هر که دو سبب لاسم که بون یا سبب یک کل جگه دو سبب هم بو او لم ينصرف او اسم منصرف نابد زرچ غیر منصرف دبیت، مگر اسمک سی حرف بیت ساختاری کلمه که سی حرف بی و عین حالش وسطکی چی بیت ساکن بیت. وكو نوح لوت استي نوح لوت دو سببي تدا تي وشن سببا كان اي شن نوح لوت عجمة افرين. فان فيه يعني في ذلك الاسم الذي كان على ثلاثة حرف ساكن الوسطي لو اسم دا كسي حرف ساكن الوسطى مذهبين دو مذهبها مذهبك كان الصرف لخفته يكيان منصرف بونا لبر أو كواتية خفيفة چونك حرف بلام كلمة سي حرف وسطي أو سي حرف ساكن به لأوجي خفيف دايا ودواتر وعدم الصرف لحصول السببين فيه ما سبب يوم أو غير منصرف بو دو سببي تدا أم شوينة شوينة كابن هشام إرادي لدى قلت إرادة كابن هشامش واردة بو چون کاکی من او مثالی که زمخشری دهینتو به نحلوت دهینتانه نحلوت یکی لسبب کانیان کتیاتی عجمه عجمه اگل بیلی بیل درسی رابدو بوم توضیح ده دو شرطی هی که ببیتا یکی الاسباب غیر مصرف یک دبه او کلمه پیش او وارد زبان عربی بیل لنا عجمه کانیج ده علم ببیت دو لسی حرف زیادر بیت أم كلمة سي حرفا ولهم قرآن جدا ببخشا لهم قرآن جدا ككلمين نحلو تاتوا حموي بمصرفياتو بس سكبو بأوا كلمة كأجمبو بلام لسي حرف برو سرترنبو رحمتي خالبي متحاربون نابت حد نابت أو غير مصرف وكاتي يعني برق أو حركة بحرفك دادن اللي أقلش تيش أو حكمك ألبتا قصيكي كش هيا دابتا غير مصرف أقل سببي كي كشي بي الزياد بو أوكو ماه كدابتا سي سببي تيها كود ابن أو كاتا هو لإدامة دادت لإدامة شرحك هادت. جاء ابن هشام هذا الدلال ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. هركز للنحويان بيواب ابو أنبشة لأجمدة أجل سي حرف بي وكونو حلوت منصرف بي وغير منصرف بي كسيك رأي آوي بدا فرميني بيكاو حدو شان بلا فقد أصله منصرفة. أقول: لما عد أسباب منع الصرف أراد أن يذكر شرائطها فقال:
كاتي مصنف أسباب منع الصرف حساب كردن بومان ويستي شرائطه كاني شان بلات زرتك. فقال متى اجتمع في الاسم سبباني هر بقول فرض هرقا هر كاتيك لاسم دو سبب كوبونه منها أي من الأسباب تسعتي لون سببان أو تكرر واحد كالجمع وألفي التأنيس يا يقدان التكرار بوك جمع دو ألفي تأنيس فإن كل واحد منها من هذا بيت السيد جمع دو ألف آوة بويبة من هذا يلا هل يكيد لم سيدانا لواقع مكرر بالحق حقة مكررا لم ينصرف ذلك الاسم إذا لو اسمه منصرف نابل جمع بو مكررة لدرس يدبنا بس ما كده قلبي بيرد بيه كلمة كوكو مفاعل به ياوكو مفاعل بيت وكو دراهم دنانير تماثيل حالي عرض النبي تسابيح كورة شوزان مصابيح أمانة بويلة جايدو سبب لانا شجا ديقة فنمو يك كلمة كجمعة دو كارتش كجمعة ناكلتو أو هر أوك كارتش كجمعة ناكلتو آنية بجيكي سبب إيش كداد أندري ألف تأنيسيش ألف مقصورة ألف ممدودة أبيش لهر كلمة يكابو بيانجري أويا بزيدو سودان بو بيانجري أويا كلمة كمؤنسة ولازميش هر كلمة كألف مقصور ممدودة يابي حتى مؤنس بها أعوش بمنزلي تأنيسي دوم بو كلمة داد أندريت أعو إيتر دو ألف تأنيس لقل جمع أجر التي كشيان نبي هربة يبو خوان كاري خوان تعود كنافر لأنه لم ينصرف ذلك الاسم أي يكون غير مصرفين أو اسم تلبيت غير مصرف دبيت بس فيمنع من الجر والتنوين منع دك ليلة جر ولا تنوين إلا ما كان على ثلاثة حرف ساكن الوسط مجر اسمك سي حرفي به وسط ساكن به وكون حلوت فإن في ذلك الاسم مسبين لو اسم دا دو مسب هيا أحدهما أصرف لخفته باشتر بجين حلوت بهندو دعدو بمعنى مثال بهند رأى باشتر بو بلا هندو آية هندو سببي تلا آية ودكرة منصرفة ودكرة غير منصرفة بلا شون كوسطك ساكنة أجا نحوي مثالك إرادي بيواردة بشون كنحلوت عجمن عربينين تبيا مثالي باسمك عربي بيانا يعني أو يقضيك أما هندو آية هن يستي دكرة منصرفة غير منصرفة بلا منصرفون كي راجح بو چونك دو سببي تدا بلا وسطك ساكنه او وسط ساكنيه بتنيا بربركاني او دو فرع دك او دو الا تدك فان في ذلك الاسم نسبين احد ما الصرف يتشان منصرفون لخفتي چونك كلمه السوك ابيت لان الاسم انما يصير غير منصرف بسبب الثقل الحاسب من سببين امدرست بلان أصل إرادك كدجيلة لنحلوتك دجيلة أصل قاعدك زمخشري غلط نية بلان نحوي مثالك أو إرادة بارجونك لعجم دا قتمان دي بيز زيال لسي حرف بيت أو يقضيك دالة اسم بوية دي بيت غير منصرف بهوي أو قرسية كبدا زيلة دو سببك دي أمجا والثلاثي وواي حالية والثلاثي الساكن الوسطي في غاية الخفة اسمي ثلاثي وسط ساكن أو جيسو كده بس فلا يؤثر في ثقل السببين قرسي أو لسببا كاريجر نابتيدا أفر والمسبب الثاني عدم صرف بو لحصول سببين فيه لا هي دو دعدا مثلا دتواني بلين غير مصرف بو واقعا هدو سببكتيا حتى تجيقا بلان كمتر أم مسبب دوما إعمال لك لزوت ريش هل مسبب أولك إعمال لك لت أو بحثتها وإنما صارت الأسباب تسعة مانعة من الصرف لأن الاسم يشبهها نعم لأن الاسم بسببها يشبه الفعل في الفرئة كما ذكرنا أمن السبب بويا مانعا لمنصرف لبلو اسم بسببها بسبب أمن السبب وشباهتي بفعله هي لفرئيته كالأول باب عرابة خوين من هكذا خلاصي كبلينو أو يقول ما فعل دو فرئيتي تلا يك لما سدر ذكرت كاسم دو لد رزبوني كلام جدان يا زي مش بس يا باسم بس فعل دو فرعيتي تدا لم لا شو غير مصرف كدو فرعيتي دان مثلا اجد تانيس علامه تابع علامه فرعين كده تانيس فرع مذكره بس او دو فرعيتي دان نزيد بتولى فعل او كات قوي ترين
علائم اسم كجر وتنوينا قد غدك لي بلان كاتي شباهتي بفعل وضعيف بوا جر وتنوينا كده توصلي جاكي خوي او يقزيك كاك شنك فإن كل من هذه الأسباب فرع للأصل هريك لم سببان فرع أصلك هموان يندل العلمة فرع التنكيري فرع للتنكيري فرع نكيري تا وكو نكيري نبيت علمتيا وتنس في التسكيري أصل لكلماتا بمذكر بونا وزن في لوزن اسمي أصل لأوزان دا وزن اسما والوصف للموصوف تا موصونا بصفتي شي والعدل المعدول عنه تام عدل عنه وكان بكبلين عامدة عمر شندر الزكريت والجمع للواحد تا واحد نبن جمع شندر بيت والتركيب للمفرد تا دو مفرد نبيت شون تركيب بدر الزكريت دبي مفرد ببيت زاد تركيب بدر الزكريت والعجمة للعربية عجمة أصل يعني للعربي ده أصل كلمات عربية دي رواية أغلاتي تو لزباني عربي ده كلماتي بجانب أخويني أيوني والالف والنون لمدخولهما الف نون يشبه مدخولك مدخول انت يعني اسمك الف نون كتدا تا او اسم نبي مثلا عثمان تا كلمه كان بي عين سيو ميمكا الف نون شودت ايوني زور شاك امجا سؤالك كده تبي شوا اري بوتي لغير منصرفون ده نياز بدو سبب هي يا بسبب كلجي دو سبب دان دراو شو بك زو قانو كنن دراتو الا وانما احتج في منع الصرف الى السببين او تكرر واحد منها لئلا يلزم منع الصرف المخالف للاصل في اكثر الاسماء على بو يا نياز هي لغير منصرف دا بر دو سبب يا بر تكرار يشك منها لو دو بر تكرار دانيك منها لو نو سببانيه بوأي بيجنة غير منصرف بون كخلافي أصلا لزور بي اسم كان ده. أقعد مك أصلا هو اسم منصرف ب إعرابي بتاعي حركات بي. ليكو غير منصرف معرب هي. بلان إعرابي كي بتاعي حركات يعني ملكو ببزل الحركة ها حالتي جريني جري كسرت يعني. جاد لا أجر بسببك أو كاري غير منصرف درز بوايا. توابي اسم كان بعموما سببك أنت ده. يتر أوقات اسم عند سنا كود كهام إعرابك يبقى حركات بيت. فرعك زالد أبو أفري. لئلا يلزم منع الصرف المخالف للأصل في أكثر الأسماء. بويدو سبب بيوس بوي بيجنيا غير منصرف بوني كخلاف أصل لزور باسم عند. شنك فإن أكثر الأسماء مشابهة للفعل في سبب واحد من تلك الأسباب. زور بي اسم كان شبيه بفعل شبهات يعني هي بفعل و لسبب يقولون وسبب عنه ده يعني مثلا تولي جاء زيدون دخو زي بتنها علمة ايوانيا خو بتنها علمية تيتي دايا دي دبيت سبيت دبي غير مصيري بيقى بوهور بس نا بو اوي كوا شبهات بفعلك كامل ببيتي دا ولجار وتنوين منع بكلت دبي دو سببين ناتشون كبيرك سببين اسم مودر ناتشت أكثر اسم تو تماشاكا ششيه هي تداهي يا بخوي بلوايا وإنما مثل للثلاثي الذي فيه مذهباني بنوح ولوت احترازا من الثلاثي الساكن الوسط الذي يكون في ثلاثة من الأسباب وبويا مثالي هنا يواني بو ثلاثي كلاوا دو مصبها بنوح بلوت أواب بجهتي خوب دور قرتنا لا اسمك ثلاثي ساكن وسط كلاوا سدان السبب هذه هي الاسباب غير المنصرف شوف كيف انه لا ينصرف البتة تركاتك ابو بسيط هذا لا غير نابت منصرف قرار قطعي هر غير منصرفه وكو ما هو جور او جورني جوره جاء جور اتنازانم شيء دبي شيء عاده أولا خراسانا أو خراسان جا خراساني أو سردم أو خراساني سفرقي زورا استي خراسان بو تسيء السنوية صالان هر خراساني قولبو
دی خراسانی گوری پیان بی با استثنای عربستان با قد تواوی خاکی ولاتانی عربیه بی بطنیه بکوی بلان خراسانی قدیم سیر بو کاکا خراسان همو افغانستان بوا سیستان و بلوچستان بوا بشکی پاکستان بوا آسیه میانش با هموی خالیه بی جا استه ام دوانا سه سببیان تیه علمانی لبلدتینی او علمان وفيما العجمة عجميشا والتانيس المعنوي تانيس شان تدايا يتبارس المصدك شان ساكن به يتتازى امان نابنا منصري نتري غير منصري ادامي توايكن ويا بش قال وكل علم لا ينصرف ينصرف عند التنكير في الغالب هر علمك غير منصرف بجاء عبارتك اوايا بلا نا اوانيا معناك نابل هر علم غير منصرف علم غير منصرف نيا هر اسمك كغير منصرف به سببي سركيك علميت به او اتل بتايبت متون هاي قديمي بتايبت او متناني زمخشري زور سختم جاو ام هر زور اساني كدوتو چونكا خلاصوارك بوي فقيل لبري كان ويلك اغنى بابا اما لما فصل جدا مفصل براستي بحد يقرانا اللي قالوا دا اوهم علم زوري تدايا قناعته بليش وانا كزني ولا بيخبني بس هر غير منصرفك كسببي سريكي غير منصرفونك علم بيت ينصرف عند التنكير لكاتيكا كرمان نكيرا يعني علميتا كمان لستان دوا أبثو منصرف حالو لما تلبك في الغالب يعني دل الزور بي حال وجريان آوايا إنا حالتي غير حالتي غير غالبي شيء واجنية چونك اختلافي لسالة دقيقا ما تلبك أقول لواقع دهر أما طلبا جولة درسكاني هدايا بقرا ولي توضيحك مفصل من دعوة لباسي غير منصرف دا بلا لو دا لآخري بحثي غير منصرف دا لأول كتابك دا أو مطلبة هي بلا نوع عبارتك جوريتشي كيا إنا هلا وقصية لما فرغ من ذكر الأسباب التي تمنع الصرف وما يتعلق بها أراد أن يشير إلى قاعدة تفيدك فائدة تامة دكاتك برزي ديبوا لبحث بياني أو سببانك اسم دكان غير منصرف واش كربتي هي بها بو أسبابه وستي إشارة بدا برو قاعدك كفائدك كامل وتوابتو دقينت وهي أمش قاعدك فائدك وكقاعدك وفائده هي أن غير العلمية أوش أويك أن غير العلمية من الأسباب التسعة لا يزول عن الاسم بالكلية نو سبب مانين غيري علم هش سبب كانك باشا على لو نو سببانا لإسم بصورة كلية لا ناتشت بس وزن الفعل أجا كلمة وزن الفعل تياب بو بغير مثل وزن الفعل كهر هيا جو اللي يا كلمة قبلين وصفي تداي أجابوه بمنصرف وصفك هر هي كلمة قبلين تأنيسي تدابو بو بمنصرف تأنيسك هر تدا هي أو كان يكشف أبو جوري بيشك العالم أما علم أجر بو بمنصرف علم يتكتشيا دروة أو يقصك وأما العلمية فقد تزول بقصد التنكير أعني العموم في ذلك الاسم أما علم لا دتشي كاتي قصد التنكير يمكن يعني تي يعني علم علمي شخص أو هيك بو كسك معين بيت وأو علم بو أو بو شامل كسك هاو ناي خوي نبيت بلان كاتي كلمان نكيرة
شاملی هاوناوەکانی کێشی دەبێت ئیتر ئەو کاتەوە عەلەمیەتە لاچووە. ئافرین. وەکو دەڵێ ڕوب ئەحمەدین کەریمین لەقیته. زۆر ئەحمەدی بەڕێز هەن کەوا من چی دیو من. ئیتە زۆر ئەحمەد هەن، ئیتە یەک ئەحمەد نییەوە. ئیتر لێرەکانەدا عەلەمیەتەکە تیاچووە، بەڵام هەم زەرفێلەکە بجێ خۆی هەرماوە. تارە حاڵی بوون؟ ئەوە قسەکە جا وحینە ئیزین یون زەڕوفیه، ئەو کاتە فکری تیا دەکرێتەوانێ و خلاسەی کەلام نەزەری تیا دەکرێت، یعنی محەلی تەعممول ئەو کاتێ ئەو ئیسما کە عالەمیەتەکەی کرمانەوە نەکی لە ڕۆی. فإن لم تكن العلمية في ذلك الاسم سببا لمنع الصرف لا يصير منصرفا بزوالها كمساجد إذا جعل علما ثم نكرا. علمية لنا أسباب غير مثال دو رول نقشي هي يشان أويا لقل شتيتشي كيا كودة بيتواني بەڵام ئیسمەکە بە عەلەم نابێتە غێری منسەریف، پێشتر بەشتی چکە بۆتە غێری منسەریف، ئەو فەرقی هەیە. بەڵام ئەگەر عەلەم لەگەڵ سەبەبی چکە کۆبوو، بەڵام غێری منسەریف بوونی کەلیمەکە بە عەلەم تەواو دەبوو، ئەوەش فەرقی هەیە. پەس دەبێ بە دووشت. زۆر مەتڵەبەکە وردە. ئەلا ئەگەر فەئین لەم تەکونی العەلەمیەت و فی زالیک لەیسە سەبەبەن لیلمنسەرفی، ئەگەر عەلەم لەو ئیسمە غێرە منسەریفەدا هۆکارێک نەبوو بۆ غێرە منسەریف بوون، ئەو ئیسمە نابێتەوە منسەریف بزەوالی ها بەلاچوونی عەلەمیەتەکە. وەکو چی؟ وەکو مەساجید ئیزا جوعل لە عەلەمەن سمە نوکرا. مەساجید دەیکەینە ناو بۆچە نابێت؟ باشە، پاشان تەنکیلی دیارەکەن، یعنی عەلەمیەتەکە ڕۆی دەبێتەوە غێرە منسەریف، دەبێتەوە منسەریف و غێرە منسەریفە نا بۆ چونکە سیغەکە سیغەی متاهی جموعە، عەلەمی لێبێ لێنەبێ بەتەنی جێگەی چەندەیە؟ دوو سەبەبە. ئەوەی قسەکە تێگەیشتی باوکە زۆر چەک. بەڵام وە ئینکانەتی لە عەلەمیەت و سەبەبەن لیمەن ئیسەرفی یەنسەرف و زارێک کەسم بتەنکریفی الغالبی. ئەما لە شەقی دووەمدا ئەگەر عەلەمیەتەکە هۆکارێک بوو بۆ غێرە منسەریف، بەوی غێرە منسەریف بوونەکە تەواو دەبوو، ئێستا مەساجی تۆ بیکەیتە عەلەمیانەی کێتە عەلەم، چونکە شکلی سیغەکە شکلی سیغەی منتهای جومان جێی دوو سەبەب دەگرێت، با عەلەم ببێ با نەبێت، تەئسیری لەسەر منسەریف بوون غێرە منسەریف بوونەکەی ناکە. ئارەحمەتی خوا لەبێ. بەڵام ئەگەر عەلەمیەت هۆکارێ بوو بۆ غێرە منسەریف، ئەو ئیسمە منسەریف دەبێتی بتەنکیری فی الغالبی. زۆربە وایە ئەگەر ئەو ئیسمەکە عەلەمیە لەوە نەقشی ئەساسی هەیە بۆ غێرە منسەریف بوون کرمانە نەکرا، ئیسمەکە دەبێتەوە منسەریف. کەما ئەنەهو لا یەنسەریف بیعروض العەلەمیەتی یەنسەریف بی عەفو من بەجێم هێشت بەڵێ وەکو نەحو ئەحمەد زۆر چاکە وەکو ئەو میسالەکەی نامانە. لأن الئیسمە کەما ئەنەهو لا یەنسەریف بیعروض العەلەمیەتی یەنسەریف بزەوالیها. وەکو ئیسم هەر لەبەر ئەوە ئیسم چۆن دەبێتە غێرە منسەریف بە پەیابوونی عەلەمیەت، دێ بەلاچوونەکەشی دەبێتە بۆ منسەریف. ئەمجا و ئینەما قالە فی الغالبی، ئەم قەیدی فی الغالبی بۆ هێنازە مەخشەری، دەڵێ و ئینەما قالە فی الغالبی عەفو ئیحترازن عەن ناوی ئیحمەرە، ئەوە خۆ بە دوورگرتنە لە غێرە منسەریفێک کە عەلەمیەت لەوانە بە دوو سەبەبی کە دەبێتە غێرە منسەریف، بە وەسف و وەزنە الفێل وەکو ئەحمەر. فێنۆ غێرە منسەریفین بۆ لیوەزن الفێلی وە الوەسفی. ئێستا زاتن لەبەر وەزن الفێل و لەبەر وەزنە الفێل و لەبەر وەسف غێرە منسەریفە. ئەمجا دوێنێ گوتمان عەلەمیەت و وەسف قابلی ئیجتیماعین. ئەگەر وەسف بوو عەلەم نابێ، عەلەم وەسف نابێ. ئەمجا وەسفەکە لێکەن ئەحمەرێکی نێناو بۆ کەسێک، یعنی بەسوور ناڵین و دەڵین ناوی کەسێکە.
فإن جعل علما لا ينصرف أيضا لوزن الفعل والعلامتي أجا كلمان علم هر غير منصرفة بو لبر وزن الفعل وعلميت وحينئذ لا تعتبر وصفيته إت أو كاتا حينئذ أو كاتا كقراد رابب يتعلم إتر وصف بوني أحمر معتبر نابت بو لأنها لأنها تي تضاد الكلمة أو تضاد الكلمة أصلا قلت يا تتضادوا وكنت تتباعدوا لأنها تضاد العلمية چونك دجاتي علمية دكا چونك علم خصوصيتي تيدا أو عموميتي تيدا بل أن أمجا كبوب علم أحمر بوب علم دالين لبر وزن الفعل علم غير منصرفة باشا أم جاء أم أحمرك علما كلمان نكرا يعني علمتك من ليستان دوا فإذا نكر لا يصير منصرفا دوبارة حال نابت منصرف بو بل يبقى غير منصرف غير منصرف دمين ثواني بس دليل لأن الوصفية الزائلة بالعلمية قد تعود بزوالها قد تعود بزوالها أو وصفية ككتب مانا علم كلمك لا تشوبو إيسي علميتك لا تشي وصفيتك دلدت ستوسرجك أما كقصي سيبويه وهذا عند سيبويه وعند الأخفش ينصرف لا لا أخفش البل لرأيك داوى نقل كداوى إنا رأيك كشي لا أخفش ومن قول هل رأي سيبويه هي ويش بلان لا رأيك كلي نقل كداوى دل ينصرف دبيت منصرف بو لأن الزائل لا يعود أو اشتكى دقرتوتيا أو اشتكى لا تشوى قرانوي نيا كتب بحثك باندازي اختصاري كتابك كافي بو كان اي مفهوم ان شاء الله.